السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تخلطت بيناتهم، بين ومين ومين؟ تعالوا شوفوا بنفسكم. معطاوي يرد، ماذا يرد وماذا قيل؟ تعالوا نسمع. ياريت أخواتي وضع اللايك والاشتراك. يوم الدنيا عندما خرج من الدور الأول في الكاميرون، تذكر هؤلاء بأننا في 86 ونحن متأهلون إلى مونديال مكسيكو، خرجنا بخيبة كبيرة في مصر. أتذكر أن لست شاب في العشرينات. أقول لك شيء آخر، معليش، في الثمانينات يا الأحسن قمنا يعني جرينا دورة نهائية أين؟ في ليبيا. كنا الوحيدين في إفريقيا الذين يمارس كرة القدم على الوجه الاستقلالي. لم نتعدى الدور نصف النهائي في مجموعة نهائيات في 8 منتخبات. أذكرك يا الأحسن بأننا وصلنا إلى النهائي في 1980 وأخذنا 3 أهداف في نهائي أمام نيجيريا. أذكرك أيضا في 88 تأهلنا بفضل يعني الفرج وصور لا أكثر ولا أقل في المغرب، عندما كان معيش الفرحمة عليه في تلك المباراة القوية وعندما دخل وهو يعني يعاني من كسر. أذكرك أيضا بأننا فزنا بكأس إفريقيا في الجزائر وليس خارج الجزائر. أذكرك بنكسة زكي مشور في 92. أذكرك بأننا لم نتأهل إلى كأس إفريقيا في يعني في تلك الفترة على مدار 3 مرات لم نتأهل أصلا إلى نهائيات كأس أمم إفريقيا. لذلك أنا عندما أستمع إلى البعض يقول لك بأننا بلد كرة القدم، أنا عندما ألتفت إلى الخزانة لا أجد سوى كأسين إفريقيتين. أما التأهل إلى المونديال فهو إنجاز وليس اسمح لي انت عندما تحدثت على المغرب يا الأحسن، عندما تحدثت على المغرب أذكرك بأن المغرب في 86 تأهلت إلى الدور الثاني الذي لم نصل إليه إلا في 2014. لذلك كل هذه المعطيات اليوم تعطيك بأننا لسنا بلد كرة القدم. نحن شغوفين بكرة القدم. والله يا الأحسن عليه ألف صلاة وسلام. شوف نحن شغوفين بكرة القدم، لكن عندما نعود إلى الخزانة أجد مصر بلد كرة القدم، أجد نيجيريا بلد كرة القدم، أجد الكاميرون بلد كرة القدم، أجد غانا بلد كرة القدم. أما الجزائر وتونس والمغرب هذه بلدان لديها جماهير شغوفة بكرة القدم وليست بلد كرة القدم. أنا أذكرك بشيء آخر يا الأحسن، إذا أردت أن تتحدث على بلد كرة القدم هناك عاملين علميين لا ثالث لهما. أولا عدد الممارسين لكرة القدم، ونحن نمتلك إحصائيات جد ضعيفة في إفريقيا في هذا الجانب، والتتويجات، ونحن ليس لدينا سوى كأسين إفريقيتين لا ثالث لهما. لذلك هذا الحديث هذا حديث آخر على كل حال، لكن لا يجب أن نمرر يعني هذه المعلومة. هذه وجهات نظر. التتويج هذا ليس وجهة نظر. هل لدينا خمس تحكي عليهم جاية؟ هادو ما راهمش من طلوع، هادو ما الإحصائيات اللي تحكي عليهم. كاين ظروف واحد أخرين لو كان يدخلوا الاحصائيات راك هادو ما يسون يسون با كيما فاليدي ما يكونوش يسون يسون با التحليل. انا اتكلم عن النتائج، النتائج اليوم عندما افتح الخزانه اجد كاسين افريقيتين فريق حصلنا عليها منذ سنتين بفضل جمال الماضي. عندما اتحدث على عدد المشاركين في كره القدم يعني الممارسين لا اجد عدد يضاهي لا نيجيريا ولا مصر ولا غانا. تطوير على كل حال 82 ما شوف انا نقول لك تسمى الجزائر هذو المغرب تحكي عليهم، كاميرون تونس مغرب مصر هذو كاع كانوا مورانا. من الذي يقول هذا الكلام؟ مصر ما هي مصر مورانا؟ تحكي بارماريس تحكي اداء مصر مورانا اداء جامي كانوا شوف المصروه عمرهم ما جاو داروا شي معنايا. تونس لا شيء سوداء بالك، حنا تونس كانوا مورانا والمراركا كانوا مورانا. انا اتذكر في 78 وقت بودرباله وقت الخطيب يا الحسن. انا اتذكر في 78 شوف اتذكر في 78 عندما اوقعتنا القرعه مع تونس وانتظرنا دحلة مموس انتظرناه في فارغ الصبر في تلك المباراه. عتوقه قام بمباراه بطوليه واخرجونا من التصفيات. كيف نتحدث على تونس وهي اول منتخب يعني عربي يصل الى يفوز في نهائيات تونس؟ انا يا سيدي ربما انا اصدرك رايي في نقطه
الجزائر ليس بلد كرة القدم كمنتخب أملا. أنا ما نشفع يعني بكري لا أتقدم، لكن يقال أنه صنع الكثير في الكرة الجزائرية، منح يعني منح بروفيسيونال دخلوا في سوكال إبري مجموعة من اللاعبين الذين كانوا يمارسون كرة القدم في فرنسا تركوا النفس والنفيس والتحقوا بالقضية. محترفين كانوا والعليلي والقرطاني ورواي والكثير وزوبا والكثير. لا أنا تتحدث على قضية أخرى، هذه قضية التزام ونضال يعني رفعها جل اللاعبين الذين كانوا يلعبون بصورة جدو زيتوني هذا شيء آخر. أنا أتحدث بمنطقة الأرقام، المنطقة العلمية يقول البلد كرة القدم هو الذي يمتلك خزانة مليئة بالتتويجات. بلد كرة القدم هو الذي تجد فيه عدد الممارسين لتلك الرياضة عدد جد معتبر، لا هذا ولا ذاك موجود في الجزائر. نحسن يتحدث على الشرف، نعم لدينا جماهير هو كان لاعب كرة قدم يعني ربما يحكي على الشرف أولا، وثانيا يحكي على نوعية اللاعبين، يعني هناك نوعية لاعبين قدمتها الجزائر لحروف وطراء أمين 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 نوعية اللاعبين. أنا أيضا لدي جواب لهذا المعطى، نوعية اللاعبين لدينا ثلاث لاعبين فازوا بالكرة الذهبية الإفريقية. لو كان لديك نوعية أكثر وأجمل وأرقى وأحسن من بقية المنتخبات لوجدت اليوم عندما تبتدئ 15 لاعب جزائري رفع الكرة الذهبية. لدينا بلومي ماجر و تأهل للمونديال بعد الخروج من كان الكاميرون منذ الدور الأول. هو بداية تكوين مجموعة جديدة، فريق جديد يسمح للجزائر باش ينافس على أعلى مستوى في كأس أفريقيا. نعرفوا احنا أن برشا من لاعبي العمر نتاعهم تقدم وأن يفكروا في المستقبل.